تنحضروا لهاد الورشه التكوينيه تتنظم بواديزون اي بالمقر الجديد اللي حزب الاتحاد الاشتراكي، وهاد الورشه حتى هم تتبريباريو للطلبه لولوج الامتحانات ديال المقبله بالتعاقد. انت كنت من ضمن المؤطرين، بغيناك تقربنا اكثر من هاد الورشه والدرس اللي عطيتوه اليوم في الدرس الافتتاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اخ. هي فعلا هاد ورشه تكوينيه وورشه تطيريه، كان لي الشرف حيت استدعوني الاخوان المشرفين على مكتب فرع واتزم تابع للاتحاد الاشتراكي، وكنت انا محظوظ بكل صراحه اللي شاركت بواحد العرض وواحد المجزوءه اللي هي مجزوءه التخطيط والتقويم. هذه المجزوءه التخطيط والتقويم لان التخطيط كما قلنا يلعب دورا مهما في الممارسه التربويه للاستاذ والاستاذه. خلال هذا العرض وقفت على واحد المجموعه من المفاهيم، مثلا المفاهيم مفهوم الكفايه، المفاهيم المرتبطه بها، مفهوم التخطيط، تحليل المنهاج، تعريف ما بين المنهاج، تعريف مثلا الفرق ما بين المنهاج الكتاب المدرسي ما بين المنهاج والمقرر، بالاضافه الى مجزوءة التقويم اللي ركزنا فيها على انواع التقويم اللي هي التقويم التشخيصي، التقويم التكويني، التقويم الاجمالي. وبهذه المناسبه هذه بكل صراحه كنشكر الاخوان اللي سهروا على هذا تنظم بان الشبيبه الاتحاديه اللي قامت نعم الشبيبه الاتحاديه بالفعل هي اللي قامت بهذا النشاط هذا، واللي لقى واحد التفاعل واحد التجاوب من طرف الطلبه المقبلين على اجتياز هذه المباراه اللي كتسمح لهم باش يولجوا مراكز التربيه والتكوين. وبالفعل كان العرض ما كانش عرض القائي وانما كان عرض تواصلي اللي كان فيه سؤال جواب من طرف كما قلتوا كان تفاعل. نعم كان تفاعل ما بين الاخوان المشرفين على التكوين وما بين الطلبه المستقبل. بقى عندكم شي حاجه بالنسبه لغدا؟ لان البرنامج فيه ديال هذا السبت والاحد 13-14 اكتوبر فيه ربما شي حاجه اخرى غدا في البرنامج. اذا البرنامج ديال اليوم، البرنامج فيه يومين، البرنامج ديال اليوم هو اللي كان فيه هذا العرض ديال مجزوءة التخطيط ومجزوءة التقويم، وغدا ان شاء الله غتكون غادي يكون يعني يوم تطبيقي. نعم غيكون يوم تطبيقي، غادي نحاولوا الطلبه والطالبات على تطبيق هي تطبيق يعني ما اخذوه وما استفادوا منه في اليوم الاول من التكوين. سلمى شكرا على سعة الصدر. بارك الله فيك، جزاك الله. نمشيو ولا سميتو المفهوم ديال اخر اللي كيتعلق بالكفايه وهي المهاره. المهاره وهي درجه الاداء المتقن يتمكن المتعلمينها من اداء مهامها باتقان متناسق وناجح. المهام يتحقق النشاط عبر تقييم مجموعه من المهام يقوم بها المدرس برفقه المتعلم. والكفايه في علاقه بالمهام التي تتحقق عند تحقق مهام مختلفه. الموارد تتكون الموارد بالنسبه للكفايه من معارف، مهارات، منهجيات، مواقف، قيم، اتجاهات وكل الوسائل الديداكتيكيه المعينه. الاستعداد وهي قوة باطنية قابلة للاستجابة لأداء نشاط أو مهمة معينة. الإنجاز، الإنجاز وهو أداء مهام في إطار أنشطة قابلة للملاحظة والقياس وعلى مستوى عالي من الدقة والوضوح. إذا كل هذه المفاهيم تصب في المفهوم المركزي الذي هو الكفاية. إذا الكفاية ترتبط بمجموعة من المفاهيم كما قلت، المفهوم الأول شنو هو؟ القدرة. زيد اهداف التعلم، اهداف التعلم، النشاط، الوضعيه، المهاره، انجاز والاستعداد.
كيني سعيد مرحبا. اهلا وسهلا. اليوم افتتاح الحزب مقر الحزب الجديد، في نفس الوقت تنظموا يوم او يومين تكوينيين في مجال البيداغوجيا ولا ديداكتيك، وهذا ربما من اجل ولوج الطلبه للامتحانات. بغيناك تقربنا اولا انتم كجهه المنظمه، وشنو هي الاهداف ديالكم وتقييمكم لهاد الورشه الاوليه ديال يوم السبت 13 اكتوبر. اولا شكرا لجريده الاصوات على هذه اتاحه هذه الفرصه وعلى المواكبه الفعليه لهذا الحدث التربوي. ونحن في الاتحاد الشراكي وفي اطار برنامج تكويني اقليمي ننظم الجوله الثانيه من الدوره التكوينيه الخاصه بالموجزين، الطلبه الموجزين والمشرفين المقبلين على اجتياز امتحانات سواء التعاقد في الجامعات الترابيه او التعاقد في مجال التربيه والتكوين. طبعا هذه تنعتبروا المجال السياسي ليس بغريب على المجال التربوي، لان الفضاء السياسي بالضروره يجب ان تكون فضاء تربويه، والفصل 7 من الدستور واضح في هذا المجال. الوظيفه الدستوريه للاحزاب السياسيه هي تاثير المواطنين، تاثير الشباب وتكوينهم، وبالتالي الحزب السياسي الذي لا يمارس هذه الوظائف من تاثير وتكوين ومن تواصل ومن المقر ديالو امام الشباب وامام المواطنين هو غير جدير بحمل اسم الحزب. وحنا في الاتحاد الشراكي تنعتبروا بانه هذه المبادرات هي من صميم وجودنا داخل حزب وطني مثل الاتحاد الشراكي. هذه الجوله الثانيه من هذه المبادرات ديال الدوره التكوينيه، ولاحظتوا اليوم الاقبال ديال الشباب والتفاعل مع هذه المبادرات، وبالتالي حنا نعتبر انه الخطا ليس في الشباب ولكن الخطا في بنيه الاستقبال داخل المجتمع، والشباب متعطش لمثل هذه المبادرات. طبعا هناك اكراهات، كاين مشاكل ماديه، كاين مشاكل على المستوى اللوجستيك، ولكن هذا لا يمنع الفاعل السياسي باش ما يكونش في قلب الحدث التربوي والحدث السياسي والحدث الاجتماعي. اليوم لاحظتوا كيف اقبال ديال الطلبه، طالبات وطلبه في مقر اللي تنعتبروا جديد، وحتى الطلبه ما عارفينش المقر فين كاين، ولكن رغم ذلك من خلال هذه الرغبه الجامحه تاع الطلبه والطالبات باش يجيو يتفاعلوا ويتقاسموا معهم من خلال الاساتذه الاجلاء اللي اثروا هذه الدوره التكوينيه، فلاحظتوا الاقبال ديالهم. اذا كان ممكن تذكرنا بهم سي مسكين. الاساتذه سي محذوفي، سي مهدوف عبد العزيز، والاستاذ شرقي معاني، والاستاذ حسافه، والاستاذ زيد عبد اللطيف، والاستاذ علي خنوبي، وبالتالي هذه الاساتذه طبعا المكتب المحلي للحزب والشباب الاتحادي. وايضا سي سعيد مسكيني. شكرا شكرا، هذه مساهمه متواضعه وتاطيريه وتوجيهيه، هذا هو الهدف من التواجد مع الاخوات والاخوان، لانه تنعتبر بانه الاتحاد الشراكي دائما كان في قلب المجتمع، واليوم نعيش يمكن هناك مؤشرات ديال المبيعات سياسي جديد ديال الاتحاد الشراكي باش يعاود يتموقع في قلب المجتمع، لانه هذا هو المكان الحقيقي ديالنا ويجب ان نحافظ عليه. وبالتالي تنعتبر بان هذه مبادره اللي جات في سياق مبادرات اخرى مقبله على المستوى الاقليمي، ونتمنى انه جميع الاحزاب السياسيه تاخذ المبادره وتفعل حتى مع الخطاب الملكي، سنعتبره خطاب موجه وخطاب كذلك مركزي في استشراف المستقبل، لانه اليوم لا يمكن ان نبقى حابسي العمل السياسي الاختزالي اللي مرتبط فقط بلحظه الانتخابات. العمل السياسي هو ما بين لحظات الانتخابات، هو الفترات البينيه بين كل صحيفه انتخابيه. وتنعتبر بانه الحزب السياسي الذي لا يفتح مقره ما بين صحيفه انتخابيه ولا يؤطر ولا يتفاعل مع الشباب ومع الطلبه ومع المهنيين، في الحقيقه ما خصش تتحلو فرصه انه يشارك في الانتخاب. استاذ سعيد، هل تعتبر لا يمتلك الشرعيه الميدانيه والشرعيه النضاليه والشرعيه الاخلاقيه لممارسه السياسه؟ استاذ سعيد، هل تعتبرون ان هذه الندوه فهي ناجحه باعتبار الوافدين من ابي الجعد، خريبكه، وايضا واتزم؟ هل هي مقياس؟ شوف في جريده الاصوات لكم ان تقيموا هل هي ناجحه ام غير ناجحه. بالنسبه لي انا اعتبرها جد ناجحه. لماذا؟ لان حضوركم هو دليل ديال نجاح هذه التظاهره، حضوركم لتغطيه هذا الحدث التربوي هو دليل كذلك على 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 نجاح هذه الدوره. ثانيا الحضور المتنوع خاصه الشابات والشباب والمقر مملوء على اخره والتتبع، وكذلك الدرجه القصوى تاع الانتباه ديال التفاعل مع الاساتذه، فهذا كلها مؤشرات تحيل بانه الشباب ديالنا فقط يحتاج الى
فرص للتفاعل وللتكوين والتأطير، لأنه هم رجال الغد وبالتالي هم المعول عليهم لحمل مشعل المستقبل اللي نتمناه ونرجو أن يكون واعي. نعم. شكرا أستاذ سعيد مسكيني كاتب العام الشباب كاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي، شكرا على هذه الكلمة المستفيضة والبناءة وتحية. أستاذ كريم وعزة مرحبا. أولا شكرا جزيلا للإعلام الإقليمي على التغطية لهذه الدورة التكوينية، هي دورة إعدادية منظمة من طرف الشبيبة الاتحادية فرع وادي الزم لفائدة المقبلين والمقبلات على اجتيازات امتحانات التعليم بموجب عقود، وذلك لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين. هذه الدورة الثانية اللي غادي تنظمها الشبيبة الاتحادية لفائدة أبناء وبنات مدينة وادي الزم. أعتقد لو 13 غتكون على امتداد يومين، على امتداد 13 أكتوبر و 14 أكتوبر. اللجنة المنظمة لهذه الدورة التكوينية ارتأت أنها غادي تحصرها في يومين، السبت والأحد 13 و 14 أكتوبر ابتداء من الساعة الثالثة بمقر الحزب بوادي الزم كائن مزال قسم الحسان. شنو البلاطو ديالها؟ شنو فيها كمواد؟ بالنسبة للمواد غادي يكونوا مواد مناقشة امتحانات سابقة، التطرق كذلك للمستجدات التربية والتكوين، التطرق للديداكتيك والبيداغوجيا، كل يعني كل ما يتعلق بمباريات التعليم بموجب عقود التي ستفرج عليها وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة المقبلة. ما هو تقييمكم لهذا على الأقل هذه الحصة الأولى من التكوين؟ التقييم ديالنا لهذه الحصة يمكن لنا إلا زمان نشكروا جميع الساهرين على التنظيم، من اللجنة المكلفة بتنظيم هذا الدورة التكوينية لأنه الشبيبة الاتحادية فرع وادي الزم فرزت واحد اللجنة مكونة من 5 أو 6 ديال العناصر اللي سهروا على تأسيس ديال المقر وتسجيل المشاركين والمشاركات، وبالتالي التقييم ديالنا ما غادي يكون إلا احنا تقييم غادي إلا قلنا إيجابي فما غاديش يكون بواحد الشكل يعني المستوى المطلوب، لان اللي مطلوب منهم يديروا التقييم هما المشاركات والمشاركين. حنا من طبيعه الحال حنا حاطين على العاتق ديالنا الدوره التكوينيه، لان الاهداف ديال الاهداف التقليديه ديال الاحزاب السياسيه من بين الاهداف الرئيسيه هو التكوين والتأطير، وحنا في الشبيبه الاتحاديه ماشي هذه هي الدوره الاولى، سبق لينا درنا دورات في مجال الجماعات الترابيه، سبق لينا درنا دوره السنه المقبله السنه الفائته في التعليم كذلك مثل هذه الدوره، وهذا العام ارتأوا الاخوان انهم يديروا الدوره الثانيه، لان شباب وشابات مدينه وادي الزم في حاجه ماسه لهذه التكوينات، وهما مقبلين على مباريات اللي غادي تكون مباريات خاصه ان ان الاقليم خيبكا يتعرض للاقصاء على مستوى المباريات. نعود نقولها ككاتب ديال الشبيبه الاتحاديه، وجه رساله للمسؤولين الاقليميين والجهويين يعني الجالسين على كراسي المنظومه التربويه التعليميه، على ان ابناء الاقليم يتم اقصاؤهم تقريبا لسنتين متتاليتين، والسبب هو حسب تصريحات بعض المسؤولين بالاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين هو اللهجه. حنا اليوم تنقولوا بان حنا تنطالبوا بتكافؤ الفرص، وما يمكنش الدستور ديالنا تنص على تكافؤ الفرص اجتياز المباريات، وان المديريه او الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين تتم يعني انتقاء المقبلين على الاجتياز عن طريق اللهجه ولا عن طريق المدينه ولا عن طريق الاقليم، وهذا الشيء اللي ما غاديش نقبلوا به، وغادي نطالبوا من هنا نوجه رساله لكافه المسؤولين منهم المدير الاقليمي والمدير الجهوي وزير التربيه الوطنيه السي امزازي، على ان هذا المشكل هذا اصبح يؤرق شباب مدينه وادي الزم خاصه والاقليم عامه، لان الافق في الاقليم ديال التشغيل افق ضيق جدا، وبالتالي ما يمكنش كل عام اننا غادي نسمعوا اقصاء ديال شباب المدينه يعانون في صمت من البطاله وال يعني فقدان موارد الشغل. شكرا سي بوعزة على هذه سعة الصدر. اليوم انتم انت مستفيد وهي مستفيدة، استفدتوا من هذه الدورة التكوينية اللي تنظمها حزب الاتحاد الاشتراكي بوادي زم او الشبيبة على الاقل الشبيبة الاتحادية بوادي زم. انا بغيتكم تقربوني انتم كمستفيدين انت كمستفيدة من هذا التكوين، اشنو استفدتوا؟ اشنو كان في المستوى؟ انتم تعطيوا التقييم ديالكم لهذا الحكم.
حضوركم وتفاعلكم في الحصه. تحليل جلدة أصوات للمواكبة ديال هاد التظاهرة التكوينية اليوم. حنايا يعني كموجزين مقبلين على المباراة ديال التعليم بموجب العقود، يعني لبينا النداء اللي دارتو يعني الشباب الاتحادية فرعواطة اللي اهتمات بالشق التكويني لفائدة الشباب الموجز اللي غيتقدم للمباراة، باعتبار أنها الدورة اللي هي كتشكل واحد الركيزة أساسية في التكوين والتلقين يعني الأساسيات اللي غادي يتم التعامل بها. شنو استفدتوا؟ في إطار الاستفادة اليوم الدورة التكوينية كتنقسم للحصتين، الحصة الأولى اللي تم التذكير ديالها أحد الأساتذة اللي دوا على يعني الشكل العام بما فيها يعني الكيفيات كفايات البيداغوجيا وفي الحصة الثانية ديال الغد اللي غادي تكون حصة تطبيقية، يعني كيفية وضع الجدادات، كيفية الخاصة بالرياضيات أو باللغة الفرنسية. وكنتمنى يعني بصدق أن الشباب الاتحادية فوت يعني كاحنا كشباب ديال المدينه اللي عارفين عليها انها يعني تشتغل وانها قريبه للشباب، كنتمنى انها تستمر يعني في العطاء وتستمر يعني في التكوينات. هذا رساله وي وكنتمنى من الشأن العام ورساله يعني كنوجهها للجهات المختصه بما فيهم الاكاديميات، باعتبارنا اننا كندفعوا المباراة يعني وكيتم يعني الإقصاء ديالنا بطرق ممنهجة، ما كنعرفوش الأسباب الرئيسية يعني ديال كيفية الانتقاء ولا الحوايجات يعني اللي كتكون يعني مبهمة، ما كنعرفوش كيفاش، واش هو كنتسائل واش هو يعني واش هو يعني كيستهدفوا يعني الشباب ديال المدينة أو شيء من هذا القبيل. الأخت استفتي، بغيتك تعطيني الاستفادة ديالك من هذه الورشة إضافة لما جاء به الأخ زميل ديالك. كنشكر جريدة أصوات الممثلة في شخصك، وكنشكر الاتحاد الاشتراكي لهذه المبادرة لأنها ثاني مبادرة على التوالي السنة الثانية اللي كينظم لنا هذا الحدث، أعتبره حدث. اسم الكريم؟ عفوا، أسيا من مدينة واليزا، أنا موجزة وحضرت لهذا الحدث باش نستافد، لأن في هذا الحدث يعتبر تكوين مهم، يعتبر تكوين في البيداغوجيا وفي علوم التربية، اللي غادي نكون إن شاء الله في الامتحانات، هي المدارس واحد التكوين شامل في البيداغوجيا هي معولينك ناجحة دابا إن شاء الله، علاش لا؟ مزيان هنيئا. استفدنا بزاف ديال الحوايج، كنعرفوا بان علوم التربيه تبارك الله راه بحر، كاش درسوا بوحدك، اذا لابد من اساتذه كفء بحال الاساتذه اللي كاينين، كنشكرهم على الحضور ديالهم. واليوم قمنا بالجانب النظري، تعرفنا على البيداغوجيه والديداكتيك والانواع ديال كلشي، والغد ان شاء الله كاين المجال التطبيقي، ان شاء الله غنطبقوا فيه هاد النظريات اللي شفنا اليوم. شكرا الاخت آسيا والاخ الكريم على هاد الابتسامات. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.